وضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي التسعين أقيم عرض جوي استعراضي للطائرات في سماء مدينة جدة ضمن أسبوع الاستعراض الجوي، وهو الأكبر في احتفالات اليوم الوطني السعودي. وقد نظمت الهيئة العامة للترفيه عروضا جوية في مدينة جدة بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، تقدمت من خلالها الطائرات بحركات بهلوانية على ارتفاع نحو 1000 قدم مقابل كورنيش جدة، حيث تجمع الجمهور لمتابعة العروض التي استخدمت فيها الطائرات اللونين الأبيض والأخضر اللذين يرمزان إلى ألوان العلم السعودي.